بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، نجدد لكم اللقاء على أرضية هذا الميدان، ميدان الفليق لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في مهرجان الاتحاد العماني لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق الشوط الرابع عشر في مجموع أشواط هذا الصباح أيضا لهذا السن، سن المفاجآت. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، 3 كيلومتر هي الحاضرة لهذا السن. لنذهب مباشرة مع المركز الأول، أغادير أحمد بن الراعي بن سلطان اليحافي يقدم أغادير على المركز الأول. المركز الثاني لولا زايد بن حمد بن سعيد الغفيلي. المركز الثالث هذه تحمل الرقم 95 ايضا نوافيكم. بالمركز الرابع، المركز الرابع هناك شواهين صالح بن مسلم بن سالم الجنيبي. المركز الخامس، المركز الخامس هذه تحمل الرقم 34. مشاهدينا متابعينا الكرام، نوافيكم غزر شامس بن حميد بن محمد بن عزيز الهديوي. المركز الخامس، المركز الخامس هذه المركز الخامس عالية الحميدي بالعبد بن محمد المسلمي. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا متابعين الكرام، وما زالت هناك الشعارات والأسماء خلف الدائرة الإعلامية. الخمس المراكز الأولى لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة. مشاهدينا متابعين الكرام، هذه اللي على المركز الأول لم تدون معنا في الشاهينية، سالم بن حمد بن راكان الوهيبي على المركز الأول. مشاهدينا متابعين الكرام، المركز الثاني شواهين صالح بن مسلم بن سالم الينيبي. المركز الثالث عطنا يا ابو سلطان، المركز الثالث هذا هو معك يا المسلمي، المسلمي الحميدي بالعبد المسلمي على المركز الثالث من واقع الشعار، من واقع الشعار. ايضا المركز الرابع، المركز الرابع في هذه اللحظات عالية الحميدي بالعبد بن محمد المسلمي. المركز الخامس، المركز الخامس الديبة جاسم بن محمد بن سيف الدرعي. الدرعي ايضا يتدخل في هذه اللحظات، من قدموا لنا اسماء مميزة في هذا الصباح اهالي ميدان السرية، وايضا يطمحون لنقطة ويطمحون بالعديدة والعديدة من الانجازات والانتصارات على ارضية هذا الميدان وايضا في هذا المهرجان الكبير والمميز من نوعه. مشاهدينا متابعين الكرام، لكن الشاهينية لنا عودة، لنا عودة مع البداية. والمركز الاول مزون، مزون ايضا على المركز الاول سالم بن حمد بن راكان الوهيبي يقدم لنا مزون وعصاتها فبطانها، ونحن نعيش اجواء الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير ما تبقى من عمر هذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، الله الله الله، حرك يا اللي بيحرك الذيبه، الذيبه وايضا مزون، مزون متشبثه بالمركز الاول سالم بن حمد بن راكان الوهيبي. الذيبه، الذيبه مشاهدينا متابعي الكرام، جاسم بن محمد بن سيف الدرعي. الذيبة تتقدم في هذه اللحظات، عصاها في بطانها، تجاوز تلقائي بدون أي تعليمات، ما شاء الله تبارك الله، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات. مشاهدينا متابع الكرام، دمعة عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، يا أهالي ميدان وهرة، أيضا من قدمت اسم وأيضا حصلت على سيارة، سيارة في هذا الصباح. يلا يا الشيخ، يلا يا الشيخ، حرك الحديدة شوي، لنا عودة مع المركز الأول. الذيبة، الذيبة، يا سلام، دمعة، دمعة تتحرك في هذه اللحظات. عبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، اسما تعلق في الماضي والحاضر في هذه الرياضة. مشاهدينا الأعزاء متابعي الكرام، لكن الذيبة، الذيبة على المركز الأول، الذيبة على البداية الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام، جاسم بن محمد بن سيف الدرعي، هذه هي الذيبة، هذه هي الذيبة. إذا كان ما كلام آخر مع دمعة المملوكة لعبد الله بن سعيد بن خلفان الرشيدي، يا سلام، الذيبة ودمعة
الذيبة ودمعة، الميتين متر الأخيرة، الميتين متر النهاية، يلا يبحرك يا اللي بيحرك، ليبا الفوز والناموس وأيضا اكتساب النقطة الذهبية في هذا المهرجان الكبير والنوع. السلام إلى بشاير، بشاير السلام، بشاير بشرت بالخير بهذا الفوز بهذا الانتصار مع الذيبة، التهاني والناموس الجاسم بن محمد بن سيف الدرعي على هذا الفوز والانتصار الجميل. والمركز الثاني قدمت بما فيه الكفاية، والله يقول الحق هناك دمعة المملوكة لعبد الله بن سعيد بن خلفان أرشيدي. المركز الثالث ثالثا هناك مشاهدينا متابعينا الكرام ملايين، عبد الله بن علي بن حامد الوهيبي التهاني والناموس الجاسم بن محمد بن سيف الدرعي على هذا الفوز والانتصار الجميل. اذا متابعي الكرام تهانينا والناموس للفائزين في الشوط الرابع عشر من مجموع اشواط هذا اليوم المخصص لفئه الحقائق. الذيبه كانت على الموعد استجابت للاوامر في الامتار النهائيه، جاسم بن محمد الدرعي وصل وفاز بشعاره على ظهر الذيبه بهذا الشوط بتوقيت 4:48 و33 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس لجاسم محمد الدرعي. المركز الثاني كانت دمعة عبد الله بن سعيد خلفان الرشيدي بتوقيت 4:49 و29 جزءا من ثانية. تهانينا والناموس لراعي دمعة وأيضا جماهير هذا الشعار. في المركز الثالث ملايين كانت حاضرة مع ملايين المتابعين لهذه الرياضة وهذه التنافسات والسباق. عبد الله بن علي الوهيبي وصلت ملايين بتوقيت 4:50 و33 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس وإلى ملخص الأشواط.